نواف نواف استرى مرحبا بك الله يعزك يا ابو مهله جعلك تسلم نواف نواف استرح له انت دقيقه بس يا الربع انا بقول كلمه في الخاطر والله ثم والله ثم الله صدق ان ما علي من الكاميرات وكاني جالس معكم بدون تصوير وان الكلام ذا من قلبي واتمنى انه يصل قلوبكم والله العظيم اني كسبت لي 24 رجال طيب عمرك ابو سعد بعلمكم وانا اقدركم على الصعيد الشخصي جميعا ولا جاء منكم الا كل علم طيب والله انا لا جاء المقدم ولا لا جاء الضيف انكم ترحبون به وبالجناب الزين والاستقبال الحار اللي مو بغريب منكم كل رجال منكم من قبيله يمثل نفسه اسمعوا الكلام يمثل نفسه يمثل جمهوره يمثل ربعه يمثل قبيله اللي هو منها تراك جاي تمثل تراك قبلت من بين آلاف المتسابقين عشان تمثل نفسك وتمثل ربعك وجمهورك في ذا المكان اللي أنت فيه فهذا المكان اللي أنت فيه تحسد عليه صراحة فهذه فرصة لك وعسى الله يوفقك والله العظيم إني أتمنى لكم كل خير إن كان أنا أخطيت يا مفلح بن سعد المشعل ولا زليت بشيء ترى والله العظيم اللي في قلبي على لساني مرة ما في كل خاطري إلا كل علم طيب وأنا على الصعيد الشخصي أقدركم جدا جدا مرة وأحبكم كلكم والله أني صادق والله ولكم اليوم ودوم ما بغيتوني فيه ولو تلاحظون مني ها بعض لا طبيعي فالله يبيض وجيهكم على كل حال وجمل حالكم جميعا احنا تفضل نسمع من أول شيء أبو سعد الله